الاخوان كلهم اللي كتشوفهم كلهم جاوا باش يعبروا على الرفض ديالهم لهذا القرار. حنا غنبقاو كنناضلوا حتى تراجع الحكومه ولجنه اليقظه ولجنه اللجنه التقنيه والعلميه على القرار ديالها. هذا القرار ظالم، صدمنا حنا، صدم الجاليه المغربيه اللي جايه باش دير العرس ديالها، صدم العائلات المغربيه اللي جايه هي دير العرس ديالها. تنقول هاد القرارات كيفاش كيتخادوا بهذه الطريقه؟ علاش الاقصاء بحدود القاعات الافراح؟ علاش الاقصاء بحدود قطاع تمويل الحفلات؟ علاش الاقصاء الافراح والاعراس؟ كنعاود ندوز ميساج ثاني للاخوان ديالنا اللي معانا في المهنه وخساروا انهم يبقاو مريحين في ديورهم ومريحين في قهاوي وخدامين في التخباع ورضاو الدل ورضاو الانانيه وخلاو خوتهم هنا واقفين كيناضلوا باش يجيبوا لهم العوده للعمل. تنقول لهم الله يهديكم ورجعوا، وراه حنا ما غاديش نحبسوا وما غنوقفوش وما غنخليكمش تخدموا في المنازل، ما غنخليكمش تخدموا في الفيلات العشوائيه، ما غنخليكمش تخدموا في الفيرمات. بالنسبه للسؤال ديال العرب، بالنسبه للناس اللي عطاو العرب ديالهم، حنا كنشكروهم. علاش؟ لانهم حتى هما تفاعلوا وتجاوا معنا، وكاين مجموعه من العائلات اللي حاضرين معنا هنايا من معريسات اللي حاضرين ما عجبهمش هذا القرار وجاوا تما وقفوا معنا، كنشكروهم من هذا المنبر. وكاين الناس اللي اتصلوا على العرب ديالهم وما كيهضروش على العربون، تيهضروا امتى يرجعوا للعمل وهما مستعدين يديروا العرس ديالهم. حشومه هذا القرار يخرج ويخلي هاد الناس كلهم بعد ما فرحوا مده شهر ونص ومعاناه ديال عام ونص يرجعوا عاوتاني توقفوهم بهذه الطريقه. خدامه في هذا الدومين واحد المده طويله، يعني 20 عام تقريبا، وتصدمنا بهذا القرار هذا اللي عطاته الحكومه ديال المنع الحفلات والاعراس. كانت الصدمه بالنسبه لنا قويه بزاف، وبغينا حل، بغينا حل. كما خرجت الحكومه قرار، تخرج الحل معاه لهاد الناس هادو. راه حنا كنتمعشوا من هاد الدومين هذا، ما عندناش شي خدمه اخرى غنتمعشوا منها الا هاد الدومين هذا، ما عندناش شي حاجه اخرى، ما عندناش شهريه، ما عندناش شي حد اللي غيعطينا. يعني كنخدموا جمعه وسبت وحد كناكلوها السيمانه الجايه، راه ما عندناش شي حل اخر. خاص الحكومه كما خرجت القرار تعطينا حل لهاد الدومين هذا، كما عطات الحل ناس اخرين تعطينا حتى حنا حل. السلام عليكم. وعليكم السلام. صافي، حل ضروري، خصو حل. حنا واخدين عرابن دايرين مع الناس، يعني والناس واقفه عراسها، وخاصنا سباب تاع الفلوس. ونجيو حنايا حتى الاخر نقولوا لهم حكا راه الحكومه وقفت العرس، وقفت العراس، راه ما يمكنش. خصنا حل ضروري، حل يعطيوه لينا في هذه الايام هذا باش حنا نخدموا. عطينا 50%، وكنا ليس اصلا خدامين ب 50%، رانا كنخدموا في الديور، تنخدم غير ثلاثه طويبلات ربعه، يعني ما تيفوتش الحد ديالهم. يعطيونا حل ويديروا معنا حل، ضروري حل. جينا اليوم كنضامنا مع الاخوان ديالنا بصفتي كموسيقي، وراه كنقول لكم الموسيقيين راه ضروا بزاف، ضروا بزاف، باعوا الات ديالهم لدرجات كيحشموا يخرجوا، كيحشموا يخرجوا يدوا على راسهم والله العظيم. كاين اللي باع الته اورك كيدير زباله فلوس، منهم انا بعت الاورك شاري ب 4 مليون، بعته ب 120,000. كاين اللي عنده كمان جباعه، الناس ضرات بزاف. ولكن الغريب في الامر انه تلقتينا داك الشهر قلنا الحمد لله، حتى كنتصدموا كيقول لك بقات نهار العيد قال لك راه غادي نحبسوا العراس، وقولي لينا قبل، يعني بحال قتلتينا العيد داز عندنا مكفس، اقسم بالله داز عندنا العيد مكفس. الدراري الاصدقاء ديالنا اللي كيخدموا معانا كيعيطوا تيقول لك واش هادشي، واش هادشي، حشومه والله العظيم. لا هرس فينا لا عيد لا حاجه، داز حتى حاجه ما داز عندنا زوينه. وكنطلبوا من الجلاله الملك يتدخل لينا في هذا الامر هذا، الله يخليه لينا والله ينصره لينا. كنتمناو يدخل لينا، راه العثماني راه قتلنا والله الا قتلنا بالله العلي العظيم. الا جيتي تدوي على العراس فيهم التجمعات، راه التجمعات راه خرج شوف قهاوي، خرج المطاعم، البحر، الترومواي، الطوبيسات، كلشي عامر. حتى لينا حنا حشومه، حتى حنا راه طلبنا غير 50%، خلينا خدام. حنا راه ماشي دينا ضد الوباء ولا عارفين، الله يرفع علينا هذا الوباء. وكنتمناو من عند الله يدخل لنا جلالة الملك وترجع الامور لمجاريها.